خالد جاسم، اذا تذكر اول كلام قلت لك انا ودنا نشوف بطل جديد، القصد منها ان احنا نشوف لنا ابطال غير القرافه والسد. تعودنا على هذول الابطال، في ابطال جداد هني بنشوفهم يا قطر ولا الريان. اول يعطيكم العافيه، وبصراحه يعني رغم ان هناك في التشكيله الاساسيه في خلل فني، لكن قدرتوا ان انتم توصلون وتفوزون في هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على النتيجه وعلى الفوز والوصول للنهائي. وبعد ضياع الدوري صراحة بقول لك الصراحة، كان اتفاقنا مع المدرب ان نعوض الجمهور اللي جاء ونعوض الادارة في البطولتين هذه، والحمد لله قدرنا نوصل الخطوة الاولى للمباراة النهائية، وان شاء الله نحرز اللقب. فريق السد قدم مباراة كبيرة، كان عنده نقص، وفريقنا قدم مباراة كبيرة، وبالعكس التغييرات الاضطرارية اللي صارت لنا هاي تبين فريق القوي من الضعيف، فريقنا عنده دكة قوية، وقدرنا والحمد لله رب العالمين قدرنا نحسب 3 اهداف، وان شاء الله ان القادم يكون افضل ان شاء الله. بنروح حق خالد العرافه ونطالع ايش عنده. خالد العرافه ارسل.